السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى كل محب الزراعة المنزلية أقدم لكم اليوم كيف تزرع أو تعمل اكتفاء شبه ذاتي عندك في البيت. أنا دلوقتي يا جماعة زرع عادي اللي قدامكم هنا بتنجان أهو، ده بتنجان أسود لسه مظهرش أهو، في كيس أهو، ده كيس، وده بتنجان ابيض اهو قدامكم في عصريه. ادي العصريه اهي، ادي العصريه، ادي البتنجان الابيض، وادي اهو ده البتنجان الابيض. اللي جنبيه ده فلفل، ادي فلفل، فلفل اهو يا جماعه، فلفل رومي اهو اهو، وادي الفلفل اهو، فلفل بلدة كله في أصاري أهو يا جماعة، كله في أصاري، وده في كيس أهو، ده في كيس، وده بلدة أدي فلفل أهو تاني أهو، وده فلفل أهو قدامكم، فلفل لسه طالع صغير أهو، أدي القرن أهو، أدي القرون أهي، وأدي بتنجان أسود، ده بتنجان أسود أهو مزهر أهو. ادي ازهاره اهي، ان شاء الله يطلع، ان شاء الله. دي شتلات كرنب، دي شتلة ارنبيط، نشوف ايه تاني. كل ده يا جماعة في اصالي، انا كل ده زرعه في اصاري، يعني مش زارع حاجة في الارض. ده بردك نعناع اهو، ما شاء الله عامل ازاي، مزهر كمان. وادي ده لافندر، ده البتنجان يا جماعة قدامكم اهو، بسم الله ما شاء الله، عشان محدش يقول لي ادي الحبة كبيرة، بس بسم الله ما شاء الله الحبة دي، بسم الله ما شاء الله. ايوه طالعين، طالع شويه صغير برضك اهو، وادي صغير تاني اهو، ودي شتلات، دي برضك كرنب، ان شاء الله بس تكبر شويه هنقلها في ال هنقلها في عصريه. ودي شتلات فراوله، فراوله ما شاء الله طلعت برضك السنه دي كتير. بس اللي عايز اقول لكم يا جماعه ان انا بزرع وما بستخدمش اسمده، للامانه انا ما بستخدمش اسمده خالص غير السماد طيور، السماد اللي هو الفراخ او البط او الوز او الحمام، دي الاسمده، وبستخدمها بحطها مع التربه بس في الاول خالص، وبعد كده ما بحطش حاجه تاني خالص. ان شاء الله بدك اصور لكم فيديو، ان شاء الله انا اجيب شتلات طماطم. انا على فكره يا جماعه بشتري الشتلات ما بزرعش، يعني انا بشتري الشتلات، بشتري يعني مثلا يعني شويه اللي قدامكم دول كلهم الشتلات دي كانت صغيرة نفس الحجم ده كده وأكبر كمان، يعني الشتلات كنت شايلها زي حزمة الجرجير كده بالظبط، زي حزمة الجرجير كده بالظبط، الشتلة بخمسة جنيه، يعني أنا عديتهم لقيت الشتلة، لقيت فيها تقريبا بتاع 50 شتلة بالنسبة للفلفل، والبتنجان بأربعة جنيه برضك، فيها بتاع 50 واحدة، أربعة جنيه يعني الواحدة واقفة تقريبا بعشر قروش، يعني بتبقى مزروعه في مشتل، وده افضل، وبيجيبوا بصراحه الشتلات بتبقى نظيفه بصراحه، بتبقى حاجه مضمونه وبتريحك، بتوفر معاك بتاع شهر، بتوفر معاك بتاع شهر. وادي الريحان برضك يا جماعه، كله مزروع في اصاري، وده كرنب اهو، دي برضك شتلات كرنب يا جماعه، الشتلات دي برضك اهي، ادي شتله كرنب، وادي شتله كرنب اهي، وده بتنجان اسود. شتلات الكرنب دول برضك مع الشتلة تقريبا برضك بتقف ب 10 قروش، برضك الشتلة بتقف ب 10 قروش، يعني أنا بصراحة أنا بستسهلها إن أنا أزرع أزرعها، فدي بالنسبة لي أفضل. حبيت أقدم لكم بس الفيديو وتجربة، ولو في أي سؤال أنا مستعد لأي إجابة. لو كان الفيديو أفادك لو تكرمت دوس لايك واعمل اشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.